طبتم سادتي وأحبتي، وصلنا وإياكم إلى مشترك آخر ضمن هذه الحلقة وهي الثانية، وهذه المرة من ذي قار المشترك صلاح مهدي ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرادود صلاح مهدي ناصر، محافظة ذي قار، العمر 28 سنة. والله من شمت أباوع للبرنامج وجين بالحسين، طبعا برنامج جدا كبير وجدا واسع من كل النواحي، فما كنت أتوقع أنه أنا راح أشارك، والحمد لله الظاهر يعني رزق من آل محمد أنه شاركت إن شاء الله. طبعا كان تأثري بالسلف الصالح، خادم الحسين المرحوم حسون شيحان نجفي، المرحوم حمزة الزغير، والمعاصرين رادود الكبير الحاج من لباسم الكربلائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الكرام، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. المتسابق صلاح مهدي ناصر، ذي قار، 28 سنة. ياك الله، الله يحفظكم إن شاء الله. سر الخليل النذر وإحنا شوف دينا. مولات زينب تقول الخليل النذر واحنا شوف دينا، اسد لله اسد لله واقول انشوفي. الخليل النذر واحنا شوف دينا، اسد لله واقول انشوف دينا. زريق زريق ما قلت لاهي لاهي، شوف دينا. زرق ما قلت لاهي، شوف دينا شوف دينا. استحبل من دعا وغطيت ديه، يا استحوا بالمندع غطايا، يا تدي. الله يبارك بكم ان شاء الله. احسان للشاعر فلاح العنبكي، الله يحفظكم. مولات زينب طفله صغيره ترى ذلك المنام، فتقصه على مولاتي فاطمه، تقولها يما كل ما غفيت جروحي تندهني، كل ما غفيت جروحي تندهني، وبالطيف اشوفن وحده تشبهني، بالطيف اشوفن وحده تشبهني. يما طيف طيف بعمر 5 سنين بس هي فوق 50. احسنت. طيف بعمر 5 سنين بس هي فوق 50. يما يما عطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله على محمد. كل ما غفيت جروحي تندهني، وبالطيف أشوف وحدة تشبهني. طيف بعمر 50 سنين بس هي فوق 50 لك. طيف بعمر 50 سنين بس هي فوق 50. فدوة فدوة. هي طيف بعمر 50 سنين بس هي فوق 50. يما 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 شو تقولها؟ يما قعدي شوية يا أمي وخلى سالي فلتش علي. بطيف اشوف روحي قاعد
متربة وشاني سبية يمحل كسرة قلبي طفلة تقل لي أنا اسمي رقية يما نوصل لي أنا في الزان ألم بيمتوني ودي يما نوصل لي أنا في الزان ألم بيمتوني ودي هالطفلة قلبي هواية حن لها قصتها ما أدري شلون أكملها شلون بيها شبه مني حسين بس هي فوق الخمسين يما يما خادم الحسين الموفق علاء الزيدي الله 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 بارك الله فيك بارك الله احسنت يا مولانا احسنت يا حبيبي طيب الله انفاسك بارك الله فيك احسنتم يا مولانا نعم سيدنا سيد سعيد واستاذنا حبيبي حلو ابو ذيه حلوه نص شعري جميل ايضا جميل حلو جميل بخيال حلو عن رقيه سلام الله على رقيه موفق ان شاء الله احسنتم استاذنا ابو محمد استاذ ثامر الوندي الطور المن استاذ لي يا عافية الله يحفظك لهذا انت مخلص بالاداء الله يحفظك استاذ لانه طورك شاعر صديقك اي صديق استاذ اي بين هاي شلون عرفت انا الله يحفظك انسجام ها بيناتنا انسجام استاذ اي اي واضح الانسجام مؤثر الله يعزك بكونك اولا صاحب الطور بس انا اسالك القصيده قبل الطار قبل شلون استاذ القصيده القصيده الأول. الاوليه المن بالتراتب اي كانت القصيده كتبها الشاعر وانت لحنتها لو اي اي استاذ لا هي القصيده أي. كتبها الشاعر وبعدين انا لحنتها عافيه نعم يعني هي هناك طريقتين هذه الطريقه اولى ليش؟ لأنه تنطي للشاعر حريته بأن يكتب على أي وزن وأي تركيب وأي تشكيل إيقاعي فعلا وبالتالي أنت تجي ليش؟ لأنه ترى الإيقاع النغمي أوسع من الإيقاع الشعري أكيد الإيقاع الشعري محدود وخصوصا بالشعر الشعبي العراقي أكيد محدود ثلاث أربع منظومات به ما لك شغلة هذا يقول لك تجليبه طويل ونصاري كلهن نفس التفعيلة وتذكرها استخدمت مساحة صوتك بإجادة استقراراتك وركوزك أيضا جيدة شهادة ملاحظاتي اللي بيها مسألة تكميلية لك لأدائك يعني أكو بعض الهنات وبعض إن شاء الله ما موجودة لأنه ما أكو صوت متكامل ولا أكو أداء متكامل لابد ببعض المطبات صح. ممكن أنه نشير لها بس مو بهاي المرحلة هاي المرحلة ما شله وعبر إن شاء الله خير أي المراحل القادمة اللي أتمنى لك فيها التوفيق شنو هاي المرحلة أبو محمد طبعاً هاي راح شله أبو محمد شنو هاي المرحلة شو اسمها المرحلة هاي اسمها شله وعبر شله وعبر أحسنتم لجنتنا الكريمة دكتور عماد نعم تفضلوا أحسنتم يعني أبو محمد طيب الله أنفاسك طبعاً قبل لا أخذ تعليقك دكتور عماد يعني أنا واقف هنا لجنة تحكيمية موجودة لجنة الخبراء موجودة سيد فاقد يقاطع الجميع ويدخل يجي دخله لأنه أنا سيد لا لا مو أكو سادة هواي سيد طالع موجود لا. سيد صادق موجود كله سادة سيد سعيد موجود مخولين السادة كله موجود كله موجود طبعا إحنا دائما أكو موضوع أستاذ ثامر يأكد عليه طبعا إنه دائما يحرجون الشاعر يطي لحن ويقول له تعال اكتب لي شعر على هذا اللحن طبعا هاي مشكلة وإحنا كقناة هم نعاني من عتها يعني سواء بالمجالس أو بالاستوديو انه صعب اليوم تطي الشاعر ما يقدر يطلع لك خلي الشاعر يكتب براحته انت
تعال ضوء الشعر روح لحن، اذا تتغير بعض الكلمات غير، بس هو ما راح يعطيك الطاقه اللي عنده. فهاي انا اضم رايي يعني ويا استاذ ثامر انه تعطيني الشعر وانا اسوي عليه لحن، ما يصير تعطيني اللحن واسوي عليه شعر. انا ضد هاي، افضل هواي افضل يعني هواي افضل واحسن للشاعر. صح، بس احنا هسه نريد نسمع نصائح شيخ صاحب. نعم. ماكو اليوم بخيل علينا، هاي حلقتين بخيل علينا شيخ صاحب. ما جاي نسمع من شيخ صاحب من يقترب من السحور بعد يعني بعد عده، وهو خطيب الخطباء وشيخ الله الشيوخ. الله الله، هاي نؤيد، هذا ده يعرض هاي شيخ الشيوخ عليه واي مؤاخذات، ده يورطنا ويا الشيوخ. نعم شيخنا العزيز واستاذنا وحبيبنا حبيبي سيدنا الملا موفق. انا دائما اقول من رخصة اساتذتي طبعا الساده الاجلاء الله يحفظك شيخنا، اكو مقومات للنجاح، وهذا يعني عاده الاخوه الاساتذه هم مختصين بها، انا اتجاسر على تخصصهم. لا العفو، بس هذا اللي نسمعه من عندهم الان صيغه صياغه خطابيه حتى نوصلها. اكو عوامل للنجاح، اكو واحد عنده صوت بس هو ما عنده كاريزما، ما عنده حضور، اكو واحد يجيب شعر جميل بس صوته مو جميل، اكو، فمن تجتمع العوامل كلها يبدأ الابداع، حضور وقصيده وصوت، وعلى قولت اخواننا اللبنانيين طله. نعم جميله، هذا اللي ندور عليه احنا، لانه احنا نريد نوصل صوت الحسين باسرع ما يمكن. هل نمونا الطيبة احنا اللي نبحث عنها صراحة. سنتم. وهذه دعوة لكل اخواني الاعزاء، اقول اللي عنده هو المواصفات ان يقدر يوصل صوت الحسين ويشوف عنده القابلية والملكة ممكن ان يجي، والامكانات كلها متاحة حتى نقدر نشتغل نوصلها بسرعة. كل التوفيق الشيخ بارك الله فيكم. سيد اكو فد موضوع، طبعا احنا نشكر سماحة السيد احمد الصافي والشيخ عبد الصاحب. نعم. الطائي تحياتنا طبعا احنا كقناة الكوميل الفضائية وبرنامج وجيهاً بالحسين، وجيهاً بالحسين عليه السلام، انه دائما هم سباقين بالعطاء، انه كقناة يعني المتسابقين اللي يفوزون دائما هم يعني تدري يوم متسابق بسيط وتوه فايز يصعد منبر، ومنبر الامام العباس سلام الله عليه، يعني شيخ صاحب وسيد احمد يعني فد رعاية خاصة لكل الشباب وكل الفئات، يعني فدائما ياخذون من عندنا الشباب ويساعدونهم هذا المنبر. حبيبي دكتور، انا يعني اكمل ما تفضل به دكتور عماد، سماحة السيد دائما يوصينا يعني. نعم. انه هالقابليات الطيبة المباركة مع انه القناة محتضنتهم والدكتور محتضنهم، كذلك العتبات المقدسة واجبها تحتضنهم، لان هذا مكانهم الاساس، اللي نشعر انه يجب ان ينطلقوا من العتبات المقدسة للخدمة في بقية المناطق. جزاكم الله خير شيخنا. تحية اجلال واكبار لسماحة السيد احمد الصافي دام عزه المتولي الشرعي للعتبة الحسين العباسية المقدسة، وكذا العتبة الحسينية المقدسة متوليها الشرعي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وفقنا الله لخدمتهم كما خدموا هذه الاجيال الطيبة، والدكتور مخلص نعمة حبيبنا. مثل ما تفضل سماحة الشيخ، طلته كانت جيدة جدا، والكاريزما اللي تفضل فيها كمان سماحة الشيخ بينت انه عنده قدرة على التحكم بالجمهور، وعنده القدرة على التحكم بالنص وبالمسار اللحني، وعنده القدرة على التحكم بالتدفق الصوتي، وعنده قدرة على ضخ المشاعر وضبط المشاعر، وهذا اهم شيء انه ما عنده اسراف بالمشاعر والاحاسيس اللي بكبها فوق اللحن. الطبقة العليا كتير كانت جميلة وكانت سلسة ناعمة، الطبقة الوسطى كانت بمعنى طبقة الوسطى طبقة المقام كانت كمان ممسوكة جيدا، بس ملاحظة للإخوة مع الإخوة بالنسبة للطبقة السفلى بالمقام شوية شغل عليها بس، يعطيك ألف عافية. أحسنتم بارك الله فيكم. نعم أبو زكريا. حياك الله عزيز سيدنا، شكرا جزيلا أخ صلاح ما شاء الله عليك. طبعا صلاح صوته يصنف في تصنيف التينور، والتينور هو التصنيف الذي يضم الأصوات الرجالية العالية والرفيعة، ولذلك استقر كثيرا على منطقة الجواب. بالأبوذية أنا ما كنت وياه يعني بصراحة، يعني كان أداء مستعجل فيها جدا وسريع، فكانت الأبوذية مو بالمستوى. القصيدة أداء انتقل تماما إلى الاستقرار وإلى الهدوء وإلى العطاء، قدم الكثير. في منطقة الوسط كان مستقر جدا وقدم أداء هادئ ومعبر، ثم انتقل إلى هذه الجوابات المنضبطة حقيقة والمستقرة وجوابات عالية، وكان متمكن من عدها وأثر في المستمعين ما شاء الله عليه، متمكن جدا من صوته ومن أدائه
وحضوره ما شاء الله عالي، يعني انت مباشره فتت على قلبي على قولة الدكتور. احسنتم، فات على قلبك مو؟ اي صحيح. احسنتم، جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم، شكرا لكم الله، الله يحفظكم، اهلا وسهلا. احسنت وطيب الله انفاسك وكثر الله من امثالك. كانت اللجنة يعني عندها بعض الملاحظات على الأبودية، قرأتها كان ملاحظاتهم أنه ليش قرأتها مستعجل، يعني كان أداء زين بس أنت ليش مستعجل، يعني سبحان الله هي بعد هي أجت نوعا ما استعجال كان بالأبودية، بس على كل يعني الحمد لله والشكر اللجنة ما قصرت.